الاخوان السلام عليكم. من الجبيليه كامل بصفه عامه تفرجوا في الفيديو وماشي غير الجبيليه، اي واحد شاف الفيديو تحياتي ليه. اليوم ان شاء الله غنلبي الطابه لواحد الشخص من ايطاليا، يعني من الجاليه الايطاليه. قال لك اسي خصك تطلع لنا داك الجبل ودكا. جبل ودكا قريب ليا انا على حسب السكان، ساكن في الزغاري وقريب ماشي بزاف، ما بعيد بزاف. ودابا كوس من الزغاري ندير الديبار من الدار وخرجت للسبت دبني مجروكه فيه السوق، وهاني دابا كاين قريب التمسنيت، وان شاء الله ربي يكملوا الفيديو تاعنا ما زقلوا والو. وصلنا لدوار التمسنيت، دوار التمسنيت قلب الدوار التمسنيت خايف. تبارك الله الجماليه والطبيعه اللي كاينه في الدوار هذا، يا سلام. انا بالنسبه ليا صراحه التمسنيت عجبني، دوار نقي. هاني في البوغاز التمسنيت، في الاعماق التمسنيت، اللهم بارك. شوف الدوار كي داير، شوف 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 التمسنيت غزاله. التمسنيت ها انتم صاحبي، شوف الطبيعه تبارك الله، اللهم بارك وزيد فل. الماكينه ترس جالي لي التبن، الماكينه ترس وجالي لي التبن. انا ايش لحظات واعره في مجموعه من الدواوير في البلاد، لحظات واعره قسما بالله. احنا الاخوان باقيين في ديك الخرجه التمسني من الفوق، دابا بدينا ندخلوا في الغابه. هي تجنبوا الشتاء العافيه عاوتاني، حافظوا على الطبيعه ديالكم اخوتي، حافظوا عليها قد ما قدرتوا تحافظوا عليها. انتم الاخوان وصلنا للغابه، الغابه ديال ودكا، الجبل ودكا هذا عارف الدخل عارف البدايه باقي. الله بديت يلا بندخل، اقسم بالله العلي العظيم الى كاين شاف روجوا صاحبي البلا شويه بارطاجيو، نتوما ما بارطاجيوش في خاطره. كاين واحد في هاد الناس ديال بارطاجي سبحان الله العظيم عزيز عليهم. انا بالنسبه للناس اللي ماشي ولاد المنطقه، انا طالع لودكا، طالع الجبل ودكا، يعني واحد الجبل تبارك الله عالي على الارض هو اللي طالع لهو، سميتو جبل ودكا. المهم الناس اللي تشوفوا فينا، ولكن هاني وصلنا لهذا البراسمة هادي هي تينزا والرتبة، هي تينزا والرتبة. كاين البلاكة هادي تيسوفا تينزا، كاين البلاكة هادي فيها عاوتاني الرتبة تيسوفا. احنا وصلنا لمجموعة من البلايك، مجموعة مفترق طرق، غابة تبارك الله يا سلام. ايوا كملوا معنا عاوتاني ومشوا مع هادي الرتبة تيسوفا. عندنا الاخوان تيسوفا الرتبة ولا سميتها، والله ما عقلت عليك البلاك. المهم شادينا على طريق الويد كدير في المشاع. ايوا انتم عايشوا معنا كل داك الشيء تدريجيا ما زقل والو. دابا صافي دخلنا في الغابه الاخوان، ماشي معاه في الغابه والسلام. عايشوا معنا اللقطات كامله ما زقل والو والبارطاج. شوفوا ديك الجبل ودك هو علاش طالع، ديك الغابه هي علاش طالع. حنا دابا كاين عا في الغابه صراحه، الله احساس زوين تكون هنايا حداكم فوج الشاحنه، اللهم بارك. هي ما فارقناش، المهم الاخوان بارطاجيو ناس تيسوفه تيسوفا وبوزمام والمشاع، بارطاجيو الفيديو بينكم متمسنيت. حنا جينا عندكم اصاحبي تال الدوار، تاني واحد الملتقى الطرق راه هو موراي يطلع في الغابه. شتوه شوفوا الاخوان، شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا سبحان الله العظيم على مفاجأة هذه السيدة في الطريق. شوفوا تبارك الله كبير، تبارك الله اللهم بارك. البير عامر، شوفوا تبارك الله البير عامر، البير عامر سبحان الله العظيم بالماء، اللهم بارك وزيد في ذلك. الجبل تبارك الله كيف انه بالماء، البير فايض اه. واش يبان لكم ولا ما يبان لكم؟ يبان لكم اه. شوف تبارك الله شو الخير ديال الماء، شوف البلاد ديالنا شحال غزاله. فين بتشوف المنظر هذا قسما بالله؟ لا شفتو في شي قنت اخر المنظر هذا. شوف البير عامر بالماء، البير عامر بالماء تلف، اللهم بارك. واحد الدور غزال. انا قريب نوصل للجبل للراس قريب. اي خويا الا ما خفتي الذاكره ديالي ما خفتي كوا عندي الذاكره لك قويه، هو ما كانش قويه انتم ذكروني لما كانش الذاكره ضعيفه. واش هذه الطريق البوزمان؟ هذه الطريق البوزمان، كاين بوزمان. اي واحد شاف الفيديو خصو يبارطاجيه من البلاد. راني جيت لتمسنيت، من تمسنيت لبوزمام هي هذه، بان نشوفوا التوسوفا والركيبه والمشاع، وبان نعيشوا معهم اجواء واعره الاخوان قسما بالله. دابا انا جايز في الغابه هذه وخاف من الفوا فيها شتي بابزة. شوف 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 الطبيعه اللهم بارك، شوف الطبيعه. انتم اللهم بارك قررت نصوركم الشاحنه مع الغابه، والله تنصورها بالله استاهل، لان هي اللي ما جابيتها لهنا. استاهل 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 اخوتي استاهل. شوفوا على اجواء انا عايش على بحدي، شوفوا على الطبيعه كي دايره قسما بالله الى الطبيعه، يا سلام. انا راه صراحه الله انا منبهر وبلادنا زوينه صح، وما كاين ما حسن. جبل ودكا هذا جبل ودكا، الناس ما كتعرفش اخويا ديال جبل ودكا. الفيديو هذا خصو يتبارطاج الدراري، الله يرحمكم الوالدين بارطاجيو، الله يجازيكم بخير. ماشي على قبلي انا، والله ما عندي المشكل، انا اصلا ما كنربح ما هادشي والو، زعما تصحف واش كنربح شي حاجه؟ والله ما رابح شي لعبه اصلا، مضروب بالكوبيرات. انا راه كنقول لكم بارطاجيو باش الناس تعرف هاد البلايص هادو، جوج مناطق سياحيه نقدروا نستافدوا منهم مستقبلا صاحبي، لان فيه ما يتشاف غابه واعره. واخيرا الاخوان وصلنا لدوار الركيبه،
الركيبه انا دابا في دوار ديال الركيبه، الناس ديال الركيبه، هاني جيت حتى عندكم مرحبا بيا. اللي من الركيبه، الناس ديال الركيبه اللي شاف هذا الفيديو بارطاجي عنده باش يشوف بلادو. تبارك الله وما بارك، اللهم بارك غزال. يلا الناس ديال الركيبه احنا جينا، راه تبارك الله الجامعه ديالكم في ديك الكديه صراحه زوين الركيبه زوينه. شوف الجبال تبارك الله، شوف على حياه عايش معكم في الجبال. اخواني الا كانت الذاكره ديالي نفعني، هذا هو دوار تيسوفا، هو دوار تيسوفا، المنطقه تيسوفا واقيلا هما اللي عندهم التيران هذا. ها هو شو التيران كي داير، شفتيه؟ الله يعطيكم الصحه، الله يتنزل بالله، الله يتنزل بالله. انا دابا في التيران تيسوفا، واش التيران هذا؟ ها هو التيران، التيران زوين هذا دابا ميني فوت، والله العظيم وي لعبوا فيه الدراري، باين باقي فيه لاطير صافي. الكول في البوطو، ها الكول، التيران برا، هذا هو التيران. ها ها شوف شوف شوف، وصلنا لهاد البلاصة ولا في تيران وسط الغابة، في بيست في تيران بحال هذا، أقسم بالله إلا تاونات غزالة، تاونات فشكل، فيها ما يدار، فيها الطبيعة في الجبال ديالها، الناس تاونات بصفة عامة، أحسن طبيعة عندنا في هاد الجبال تبارك الله، اللهم بارك. غابة واعرة في هاد الجبل ودكا، وانتوما كملوا الفيديو تاع الله ما تسولوا والو، كيما نقول لكم كيما نذكركم من جديد، وما تنساوش البارطاج. وصلت لواحد البلاصة واعرة، ها هي، بغيت نوريها. عجبني المنظر هذا، شحال تيايو دابا هذا الماء، اذا كاين شي عين الفوق على حسب دابا ما دام كاين هذا التيايو هذا كامل هابطين مهبطين الماء، اذا كاين شي عين الفوق طالع التيايو، اذا كاين شي عين الى سخى الله وكيفين نخلي الموطور والله تندخل لداخل الغابه بالله. شوفك الله عايش عارف الغابه. وصلت الاخوان لهاد البلاصه هذه دابا، بيكونوا هنا الناس مخبين واقيلا الله اعلم. المهم وصلت لهاد البلاصه واعره باش نركب معكم. الله يهديك تكشف الدراري، دابا نكعبيه باش نربح الوقت، نربح الوقت، الموطور مكاين اللي وصلو زعما، الله يهديك، ها بحدي الخرا وقيفة، وما بارك وزيد في ذلك، ها حنا خوتي الطبيعة كي دايره. ديما نقول لكم تهلاو في بلادكم، تجنبوا شي حاجه اللي بالكم فيها الحريق، وكونوا ديما راكم عارفين الغابه هذه والله ما نلقاو في حالها بالله. ايوا خوتي هذا هو جبل وتك، اللهم بارك الطبيعه والاناقه. هنا باش دارف، هنا باش دارف الجبيليه باقي فيه من الامن والامان. انا دابا في الغابه بوحدي وما كاينش اللي يهضر معاه، كاينش اللي وصله، والحمد لله عايش بوحدي، ما كاينش اللي قال حاجه. واحد وقفت هنا درت لي واحد اللعيبه هنايا قلب، نكتشف نكتشف على الحجره، ها هي هذا خلي نكتبها اللعيبه هذه بالفرشاغه، سي زائد اس، سي زائد اس تساوي قلب، كاتبها بالطباشير في الغابه. هي هي النشاط، هي النشاط يا ود. ناس تاونات كيف حالكم؟ الجبيليه بصفه عامه، انا على الطبيعة، كي جاتكم الغابة جبل ودكا، جبت بكم دورة جبل ودكا، خاصكم تبارطاجيو وتدعمونا بالجيمات واللايكات والكومونتيرات، كومونتيك كتب كتب شني حنش تما في الكومونتيرات، كتب لي شنو اللي بغيت كتبوا اكتبوا وطلعوا لنا سميتو الفيديو يطلع. تبارك الله الطبيعة كي دايرة، اللهم بارك وزيد في ذلك، يا ربي دوك انا ساكن هنا، احسن لي، الناس دير مشاع، الله يرحم لكم الوالدين شي سكينة، واخا عبيث نجلس معكم هنايا، صاحبي راه بزاف على الطبيعة. اقسم بالله ما كانش عندي الخدمه في بلاد الناس والله تنبقى كل نهار نجي لهنا، ولكن الاخوان بارطاجيو صراحه والله تكرفصت باش جيت لهنا. الطريق قبيحه، سميتو الموطور ما عرفت ندقدق باباه اللي صار نحرقوه، خاصنا عا باش نتوما تشوفوا البلاد ديالكم وتشوفوا المناظر كي دايره والاناقه اللي فيها، وانتوما دعمونا بالبارطاج ما خاصني والو، تكملوا الفيديو حتى الاخر وعيشوا معنا اللحظات. احنا الشاحنه ديالنا والله الا زعما الله عمرها ترى تجيبني في المكنه، فاهم؟ ما مشيت تقول لي زيد، نقول لها نمشيو، نقول لها يلا والحماقة خوذي. اللهم الحمد لله ربي لعب علينا بهالغابة في البلاد، ديما نقول لكم عندنا البلاد غزالة فيها ما يتشاف، طبيعة واعرة، الجبيلية فيها ما يتشاف، خاص الإنسان يسافر، خاص الإنسان يعيش ويعيش هو صاحبي، سيروا حداكم احنا بعيد عليا على الدرهنعة واحد 6 كيلومتر ولا 7 كيلومتر، فيها غابة واعرة فيها ما يتشاف، أناقة بانت لي بحال حفرة رفيق
بنمشيو نكتشفوا واحد الغبطة بانت لي بنمشيو نكتشفوا. شوف 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 باقي 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 ما شفتو والو. ايوا ايوا خلعني صحابي اللفعة زميطة. شو علاقة خويا شو شو علاقة شو 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 قلت لكم مفاجأة ما بالكم والو. غادي ننزلو ننزلوكم حتى لتحت انا خاف عا من اللفعة. تشا تشا تشوح العين دابا. هادي الاخوان كانت ضايا د الماء. دابا هادي تكون ضايا د الماء في الشتوى تبارك الله عامرة بالماء. هادي تكون عامرة بالماء ضايا د الماء هنايا تبارك الله اللهم بارك تكون كاملة ماء. شوف على ديكور شوف سبحان الله العظيم الناس يسقوا من هنا يا خويا. ولكن الموطور قسما بالله الا خليته بعيد عليا وعبحته. شوف على طبيعة كي دايره. شوف 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 شو العواد كي دايرين مهرسين قدام طبيعة. شوفوا الاخوان شتي الجبال. شوفوا الاخوان شوفوا الغابة شوفوا الغابة شوفوا 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 تبارك الله شوفوا 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 الطبيعة شوفوا 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 هنا الاخوان كانت ضايا د الماء هذه بحال بحيرة د الماء هذه في الشتا عامرة عاد تخوان خويا بالتيابي. واحد الطريق واقيلا هبط للنقلة وهبط حتى الغفصة يمكن ياك هادية الناس يعرفوها هي براشمة. هاهي براشمة هانتوما الاخوان شوفوا المناظر غابة ممتازة غابة ما 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 عندك ما تقول عليها صراحة. مرحبا بكم في المشاع. مرحبا بكم في المشاع. احنا وصلنا للمشاع دابا كاين واحد الطريقة تدخل من تما في وسط الغابة بنتبع والله تنكتشف فيها. هي هي شوف واش كاين فيها اكتشفوا شنو فيها. شوف الحجر الله يتنوقف الموطور نمشي نشوف اش فيها. اكتشفوا هنا اكتشفوا هنا اكتشافات ما كاين غير اكتشافات اكتشافات. شنو هاد الحجرة هادي؟ حجرة واعرة تحت الأرض